السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم معنا صبايا بقناتنا صبايا كيوت. حيكون الفيديو اليوم صبايا عن طريقة قص الشعر ديجرادي قصير بطريقة احترافية ومفصلة. كالعادة صبايا، وقبل ما نبدأ بالفيديو تبعنا بتمنى من كل صبية جديدة عم تتابعنا تشترك بقناتنا وتعمل لايك للفيديو، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم من قناتنا كل جديد. بالبداية صبايا رح نبلل الشعر كتير مزبوط، وبعدين رح نقسم شعر مقدمة الرأس واللي هي الغرة، رح نحطها بقسم لحاله وبعدين حنكمل تقسيم الشعر. هلا حناخد شعر قمة الرأس بشكل دائري ورح نحطهم بقسم لحال. بتمنى صبايا تتابعوا الفيديو للنهاية، وما تنسوا تكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. هلا صبايا بعد ما انتهينا من تقسيم الشعر بالشكل اللي شفناه، رح ناخذ شعر السوالف، رح نبدأ فيه ورح يكون هو الدليل تبعنا. رح نعتمد ببداية القصة على قص الشعر بزاوية 300، وهي انه نقرب الشعر من الخلف للأمام ونقصه مقابل الوجه. بعد ما حددنا طول شعر السالف وقصيناه، رح ناخذ شعر باقي القسم ونقصه على نفس الطول وبنفس الطريقة. إذا كانت فيديوهاتنا عم تنال إعجابكم، ما تنسوا تشتركوا بقناتنا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. مثل ما شايفين صبايا، عم ناخذ القسم بشكل عمودي ونقصه على نفس طول الدليل اللي قصيناه بالبداية. منكمل صبايا بنفس الخطوات لحتى نوصل لنصف الرأس من الخلف. بعد ما انتهينا صبايا من قص القسم الأول، رح ناخذ السالف من القسم الثاني ونقصه على طول السالف اللي قصيناه بالبداية، وحيكون هذا هو صبايا الدليل لقص القسم الثاني بالكامل. بتمنى صبايا يكون الشرح وافي وعم تستفادوا منه، وما تنسوا تعطوني آرائكم بالتعليقات. هلا صبايا رح نسرح الشعر للخلف، وبناخذ خصلة من منتصف الرأس من الخلف، ومنقص أطراف الخصلة على زاوية 90 لحتى تعطينا تدرج خفيف من أسفل الشعر. مثل ما حكينا صبايا بفيديو ماضي، زاوية 90 بيكون هو قص الشعر بزاوية قائمة مع دائرة الرأس، بتعطينا تدرجات بسيطة من أطراف الشعر. لازم ننتبه صبايا وقت بدنا نقص الشعر بشكل متدرج، لازم ناخذ الخصلة بشكل عمودي مع الرأس. بهالخطوة صبايا رح نكمل قص الشعر بالكامل من الخلف. قناتنا صبايا بتكبر فيكم، ما تنسوني من دعمكم، وبتشكركم كتير على متابعتكم. هلا صبايا رح نفرد شعر قمة الرأس اللي قسمناه بالبداية، رح نسرحه فوق الشعر المقصوص بالخلف.
يا صبايا، حناخد خصلة بشكل عمودي من منتصف القسم مع قسم صغير من الشعر اللي قصيناه بالأسفل. حيكون طول هذا الشعر هو دليلنا لقص شعر قمة الرأس. حناخد الخصلة بزاوية قائمة مع دائرة الرأس وبنبدأ بالقص، وحنكمل باقي القسم بنفس الطريقة. حبايبي الحلوين، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس لحتى تتابعوا كل فيديوهاتنا الجديدة. هلا صبايا، بعد ما انتهينا من قص الشعر من الخلف، رح ناخد قسم شعر الغرة، رح نبرمه بشكل كامل على طول الشعر، بعدين حنقصه باستخدام الشفرة لحتى تطلع معنا الغرة مشفرة. بتمنى صبايا تتابعوا الفيديو خطوة بخطوة وتتبعوا الخطوات لحتى تحصلوا على النتيجة المطلوبة.
وهالشكل صبايا منكون وصلنا للنتيجة النهائية. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وعجبكم واستفدتوا منه، وإذا عجبكم حبايبي ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم من قناتنا كل جديد، وما تنسوني يا حلوين من صالح دعاكم، بحبكم كتير.